بكم إلى الانتخابية وتتابعون في أبرز عناوينها. لبنان الانتشار في أوروبا وأمريكا وأستراليا يستأنف الاقتراع للانتخابات النيابية. مؤتمر لوجستي أمني لمفوضية الانتخابات لتأمين الاستحقاق التشريعي، والجعفري يؤكد أن الاقتراع في الخارج سيجري خارج مقر السفارات. أكثر من 36 ألف أمني وعسكري يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات البلدية التونسية. أهلا بكم. نرحب بكم مشاهدينا إلى الانتخابية لليوم الأحد، انتخابية تحفل بالتطورات ولا سيما لجهة الاستحقاقين التشريعي اللبناني والبلدي التونسي، يواكبنا خلالها مفادتان إلى العاصمتين العراقية والتونسية بآخر التطورات. ونبدأ بالانتخابية من بيروت، فلبنان الانتشار بدأ بالاقتراع في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية وأستراليا. انطلقت في دول الانتشار الأوروبي والأمريكي والأفريقي اليوم عملية الاقتراع اللبناني أو الاقتراع للبنانيين في الانتخابات اللبنانية. العملية تأتي بعد يومين من عملية مماثلة في دول الاغتراب العربي. بيان الخارجية اللبنانية أعلن أن صناديق الاقتراع فتحت منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت بيروت في 33 دولة انطلاقا من الساحل الشرقي لأستراليا، على أن يفتح آخر قلم في لوس أنجلوس. ولمواكبة اقتراع الخارج معنا شبكة مراسلين من مقر الخارجية اللبنانية، مراسلنا الزميل أحمد عبد الله، ومن لندن معنا الزميل موسى سرور، وأيضا معنا الزميل موسى عاصي. أهلا بكم جميعا. أبدأ منك الزميل أحمد عبد الله، وأنت من مقر الخارجية في لبنان. ضعنا يعني أنتم تراقبون بطبيعة الحال عبر الشاشات عمليات الاقتراع في دول الانتشار والدول يعني الاقتراب في لبنان، ضعنا في صورة لو سمحت. نعم نعم بالفعل وفاء، تتواصل في وزارة الخارجية اللبنانية عملية مواكبة المرحلة الثانية من اقتراع المغتربين والمنتشرين والمواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج. هذه العملية التي انطلقت منتصف ليل أمس من أستراليا وتستمر تباعا. فتحت صناديق الاقتراع في عدد من الدول الأوروبية بانتظار أن تتواصل هذه العملية وتستكمل بفتح صناديق الاقتراع في القارة الأمريكية. نتحدث عن كندا، أمريكا ودول أمريكا الجنوبية. هنا أشبه بالخلية في وزارة الداخلية، في وزارة الخارجية أنشئت غرفة خاصة لمواكبة كل ما يجري. 200 قلم موزعين على 33 دولة تقام فيها هذه الانتخابات الذي يشهدها لبنان للمرة الأولى. للحديث من الناحية التقنية عن هذه العملية، كيف تجري، كيف يجري التنسيق، كيف تجري عملية المراقبة، ينضم إلينا مباشرة هنا في وزارة الخارجية اللبنانية مدير الشركة المختصة من الناحية التقنية في مراقبة ومواكبة هذه العملية، الأستاذ شربل متى. أستاذ شربل، بداية يعطيك العافية. إذا أردنا أن نتحدث من الناحية التقنية، يعني الوزارة أشبه بخلية مجهزة بمئات الشاشات يعني لمراقبة ما يجري، نحن أيضا أمام شاشة، إذا أردنا أن نشرح للمشاهدين كيف تتم عملية المراقبة لحظة بلحظة من ناحية الأرقام أيضا.
يعطيكم العافية. أول شيء مثل ما تفضلت وقلت كمان 100 شاشات جوا على المراقبة وعلى الآيبادز عم بيراقبوا كل المراكز. هلا عنا أكثر من 130 قلم رانينج at the same time. عم نشوف هون عم نقدر نشوف 16 أو 64 برا للببليك ولكم. كمان في الانتراكتيف سكرين مثل ما تفضلت إنه بنقدر نشوف نحن ستاتستيك كمان لحظة بلحظة كيف الجراف عم يطلع وكيف عم نشوف. إذا بدنا نشوف بأوسيانيا مثلا هلا عنا يعني أستراليا بنقدر نفوت على أستراليا ونشوف النسب تبع أستراليا اللي هلا 5659 حتى الساعة، لأنه نحن بتعرف في عنا 32 مركز هلا وتتجه تباعا. هون عم نشوف كمان نسب البورسنتاجات حسب كمان شو عم بيوصل. بحب شير انه كل ساعتين عم ينعمل ابديت على هيدي الارقام، بينما اللايف عم بيكون لايف سكرين اوتوماتيكلي. طب اذا انتقلنا من استراليا لدول اوروبا ايضا كيف توزع؟ هون كمان نرجع نحن على كل الكونتيننتس. عنا فينا اسيا اللي جريت قبل، عنا يوروب هون، يوروب بعد الداتا كمان عم بتفوت، عندها كل الكونتريز قادرين نقدر نفوت عليهم. يعني مثل ما عم تشوف هلا عم تفوت الداتا اذا بتنتبه، لانه عم توصل الداتا تباعا وتكرارا. المرحله الاولى اللي انطلقت يوم الجمعه كان هناك فقط 6 دول، اليوم نتحدث عن 33 دوله. كيف يعني جهزتوا لمواكبه هذه العمليه؟ جهزنا، بشكر الفريق التقني اللي معنا والإدارة وأكيد وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، لأنه عم بيواكبونا around the clock ونحن 24 على 24 عم نشتغل. صدقني مع 232 مركز عم نحكيهم شخص شخص لنتصل. بتعرف في مشاكل تقنية في قصص، يعني اليوم أنت you are broadcasting على الإنترنت، أنت عم تطلع اليوم live من كل بلدان العالم، كل واحد كل بلد عنده خصوصيات بخصوص الإنترنت، كل واحد عنده. كمان اوقات عم ناخذ كافيت مثلا، المراكز الاقتراع عم تكون بكيف ما فيها انترنت. هود التشالنجز كلهم مرقناهم، بس از لونج انه ستريمينج اونلاين عم بيكون الحمد لله كثير منيح وعم يكون اب تو ذا ليفل. ونحن عاملين كمان فلتر على طول للانترنت، يعني اخذين 2 سورس اوف انترنت واخذين 4 سورس اوف هيدا، وعندنا سيرفرات بكل الكونتيننتس. يعني امريكا حاطين نحن سيرفر، لاتين امريكا كلهم عم يصبوا على لبنان. سو في مثل فيل اوفر سيستم عالمي عاملين مني وابتكرني، والحمد لله بقوة الله قدرنا نطبقه، وهيدا البرهان عم نشوفه. طب إذا بدنا نوصف العملية اللي بتجري للمرة الأولى من نوعها، إنه المغتربين يصوتوا، هيدي المواكبة التقنية، كيف تصف هذه العملية؟ هيدا كمان هيدا شيء انتصار عظيم، انه اول مره عم تصير بتاريخ لبنان. يعني لبنان بطل على 10452، صار على مساحه القاره كلها، وتكنولوجيا كمان قدرنا نواكب هيدا الموضوع. وكانك انت هلا موجود بملبورن، كانك موجود بابيجان، كانك موجود هلا بعد شوي كاراكاس، فنزويلا، كلهم كانه موجودين all over the world، وعم نقدر نواكبها. الحمد لله الله وفقنا وقدرنا ناخذ هيدا التحدي ونعمله. يعطيكم العافية وشكرا لك أستاذ شرب المتا. مسهرينكم معنا، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. إذا وفاء، يعني هذه باختصار من الناحية التقنية كيف تتم عملية مراقبة ومواكبة الأجواء الانتخابية لهذه المرحلة الثانية من عملية اقتراع الناخبين. أود أن أشير أنه في هذه الأثناء يعقد مراقبون من الاتحاد الأوروبي، نحن نعلم أن هذه العملية تجري أيضا وسط رقابة محلية ودولية. الآن في هذه الأثناء هناك مراقبون دوليون يدلون بمؤتمر صحفي يشرحون أبرز ملاحظاتهم حول ما شاهدوه خلال هذه العملية. أيضا وفاء، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن نسب الاقتراع التي سجلت حتى الساعة، النسبة الأكبر التي سجلت هي في أستراليا، خصوصا وأن أستراليا هي أول بلد بدأت فيها العملية الانتخابية. النسبة اقتربت من 50% في أستراليا. في أستراليا أيضا تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 3 بعد الظهر، بينما تفتح في البرازيل وباراغواي وبعض دول أمريكا الجنوبية عند الساعة 1، والساعة 2 تبدأ عملية الانتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنتهي فيها بطبيعة الحال العملية الانتخابية عند إقفال آخر قلم فيها، نتحدث عن ولاية سان فرانسيسكو. هذه هي وفاء أبرز
أجواء العملية الانتخابية التي تجري في وزارة الخارجية وكيفية مراقبتها والإشراف عليها. طبعا أنت تراقب أحمد من مقر الخارجية في لبنان، ونحن نراقب وإياك أيضا من خلال شبكة مراسلين. معنا الزميل موسى سرور من لندن، تحديدا من أمام السفارة اللبنانية في لندن. موسى، يعني منذ أن بدأت وفتحت صناديق الاقتراع، كيف تبدو الأجواء؟ كيف يبدو الإقبال؟ ماذا عن عملية المراقبة؟ هل سجلت أي اعتراضات أو مخالفات يعني حتى الساعة؟ نعم، يعني حسب الأجواء هنا، يعني كما يصفها المقترعون اللبنانيون بأنها عرس وطني، يعني لنتيجة هذه التجربة الأولى لمشاركتهم في عملية الاقتراع. حتى الآن بحسب السفارة اللبنانية وصل عدد المقترعين إلى نحو 150 ناخب أدلوا بأصواتهم هنا في مقر السفارة اللبنانية، 150 من أصل 1800 صوت مسجلين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة. السفارة اللبنانية تحرص على، وتحديدا السفير اللبناني الأستاذ رامي مرتضى يحرص على مواكبة وحل أي مشاكل إذا اعترضت يعني سير العملية الانتخابية أي مشاكل. المندوبين مندوبي الجميع مندوبو جميع اللوائح الانتخابية يعني يصفون الأمر بأن هناك سلاسة وأن الأمر يسير بشكل طبيعي جيد، لا يوجد أي اعتراضات من الأحزاب ومن اللوائح على سير العملية الانتخابية. كما لاحظنا أيضا وجود مراقبين من البعثة الأوروبية لمواكبة أيضا سير العملية الانتخابية، يعني علما أن هذه الانتخابات يعني ربما قد يعني يرتفع عدد المقترعين في منتصف النهار اليوم، وهناك نهار طويل، يعني صناديق الاقتراع ستغلق عند الساعة 10 بالتوقيت المحلي للمملكة المتحدة. هناك بعض يعني بحسب بعض المندوبين أنه ربما قد لا يقترع يعني هذه النسبة المسجلة يعني 1800 لاعتبارات عدة، منها بعد المسافة، هناك نحو 400 شخص تقريبا موجودين خارج العاصمة لندن، قد تستغرق ساعات لوصولهم إلى مقر السفارة اللبنانية، لكن الأجواء جيدة ونسبة الاقتراع إلى حد ما مقبولة بحسب المسؤولين هنا. نعم، أبقى معنا زميل موسى سرور. أيضا ينضم إلينا زميل موسى عاصي معنا من بيرن السويسرية ليطلعنا على الأجواء الانتخابية هناك. أهلا بك موسى، يعني هل يمكن أن نقول بأن الأجواء تتشابه بين بيرن ولندن من ناحية ربما يعني الإقبال على الاقتراع، أم كيف هي الأوضاع لديك؟ يعني بشكل عام في كل أوروبا الأجواء متشابهة، نسب الاقتراع متشابهة ببعض، يعني بحسب بعض المعلومات والأرقام التي وصلتنا تحديدا من باريس أو من ألمانيا أو من هنا من العاصمة السويسرية بيرن، نسبة الاقتراع تراوح ما بين يعني 7 إلى 10% فقط من الذين تم تسجيلهم على لوائح الانتخاب، من الذين قرروا المشاركة في هذه العملية الاقتراعية. أريد أن أوضح مسألة أساسية تقنية هنا، بأن من يريد المشاركة في عمليات الاقتراع في أوروبا كان عليه التسجيل قبل يعني شهر كامل من بدء العملية الاقتراعية، تسجيل اسمه في السفارة من أجل الحصول على إذن المشاركة في هذه الانتخابات. من لم يسجل اسمه لن يستطيع المشاركة في هذه الانتخابات اليوم. عدد الذين سجلوا أسماءهم هنا في سويسرا بلغ نحو أقل من 900 شخص، من بين حوالي 14 إلى 15 ألف شخص يحق لهم
المشاركة في العملية الانتخابية وهي نسبة ضئيلة. في فرنسا أيضا إذا أردنا أن نوسع يعني مسألة التغطية، في فرنسا أيضا من تم تسجيل أسمائهم هم بلغوا يعني حوالي 8500 شخص من أصل 40 إلى 50 ألف شخص يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية. نعم. سأتوقف هنا بالانتخابات هنا في بيرن لأستضيف السفيرة اللبنانية في العاصمة السويسرية السيدة رولا نور الدين. سعادة السفيرة لو سمحتي، فإذا معي السفيرة اللبنانية في العاصمة السويسرية بيرن. أهلا وسهلا فيك سيدة رولا، يعني كيف تجري العملية الانتخابية حتى الآن في بيرن؟ العملية الانتخابية تجري على ما يرام، الإقبال جيد جدا طبعا نسبة لأعداد المقترعين المسجلين. أنا إذا سمحت لي أن أصحح أو أوضح بعض المسائل التي ذكرتها. أولا عدد اللبنانيين في سويسرا نحن نقدره بحوالي 10,000 لبناني، طبعا جميعهم ليسوا في سن الاقتراع لأنه حسب القانون اللبناني اللبناني يقترع في سن 21، وبالتالي العدد الذي تسجل وقبلت طلباته وهو حوالي 889 طبعا لا يشكل نسبة كبيرة من من يقترعون من 10,000، ولكن هو يمكن أن نعتبر أنه يتخطى 10%، وهذا عدد يعني عدد أو رقم مشجع كبداية. بالنسبة لموضوع المقترعين حتى الآن في السفارة من المسجلين لقد تخطى عدد المقترعين 10% أيضا من المسجلين. وذكرت أن هنالك مشكلة تقنية في من أراد أن يتسجل، هي ليست مشكلة تقنية، كان هنالك نظام لطريقة التسجيل في كل العالم بالنسبة لكل اللبنانيين المغتربين عبر تطبيقات نشرتها وزارة الداخلية، ثم عملية يمكن أن يتأكد الشخص المعني بأن اسمه قد تسجل بشكل صحيح. كان هنالك مهل زمنية لإرسال لوائح المسجلين، التأكد من البيانات ثم إعادة إرسالها عبر وزارة الخارجية إلى الداخلية ليتم في نهاية المطاف إصدار لوائح الشطب، وهي تعتبر المقصود في يعني فيما قلته هو أن من لم يقم بهذه الإجراءات مسبقا لا يحق له الانتخاب اليوم. طبعا. طيب بالنسبة ل يعني الدوائر، كما رأيت في داخل القلم هنا في الخيمة كان هناك يعني دوائر كما هي التقسيمات في لبنان، يعني كم دائرة موجودة لدينا في أو كم قلم موجود في السفارة هنا؟ لدينا قلمان في مركز الاقتراع في السفارة في سويسرا. تقسيم المقترعين على القلمين، طبعا القلم يحدد حسب عدد المسجلين، يعني ابتداء من 200 شخص يمكن أن يفتح قلم ويفتح قلم آخر إذا تخطينا عدد 400 أو 400 وشوي. فالتقسيم الذي اعتمدته وزارة الداخلية قسمت المسجلين إلى مجموعتين متوازيتين، وضعت المقترعين في دوائر 8 من بيروت وجبل لبنان في القلم رقم 1، والمقترعين من 20 دائرة في القلم الثاني، يعني دوائر الصغرى للجنوب والبقاع والشمال. طبعا التقسيم هو لوضع أرقام متشابهة، هو تقسيم إداري مشابه للتقسيمات في لبنان. تقسيم إداري. أريد أن أسألك لو سمحتي حول يعني لاحظت وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي. نعم. ما هي مهمتهم باختصار لو سمحت؟ مراقبو الاتحاد الأوروبي هم مراقبون دوليون يستحصلون على إذن من السلطات اللبنانية بمراقبة العملية الانتخابية اللبنانية في لبنان وفي الخارج، وقد تم تزويدنا وفق المركز الاقتراع والسفارة بأسماء المندوبين الذين يرغبون بالمراقبة. طبعا هم حصلوا على تصريحات من لبنان، دورهم طبعا يحدده الاتحاد الأوروبي، ولكن عادة هم يراقبون سير العملية، ربما لديهم معايير حول طريقة الاقتراع، حول ديمقراطية، ربما ينظرون أيضا إلى إجراءات لها علاقة بسهولة الدخول إلى المراكز إلى آخره. أريد أن أشكرك سيدة رولا نور الدين على هذه المداخلة، ونلتقي في نهاية هذا اليوم الانتخابي. نعم. لو سمحت. إذن يعني هي أجواء الانتخابات هنا في العاصمة بيرن، وهي طبعا كما ذكرت قبل قليل مشابهة للأجواء الانتخابية في معظم العواصم الأوروبية. أشكرك كل الشكر الزميل موسى عاصي، كنت معنا من العاصمة السويسرية بيرن، وأيضا الشكر موصول يا زميل موسى سرور كان معنا من لندن، وكل الشكر يا زميل أحمد عبد الله كان معنا من مقر الخارجية اللبنانية. اسمحوا لنا مشاهدينا أن نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو بالدكتور فادي فخري علامة، وهو المرشح عن لائحة الأمل والوفاء. أهلا بك دكتور فخري. ربما يعني نحن أمام عملية دكتور فادي عفوا أمام يعني عملية اقتراع في الخارج، هذا تمهيدا للمعركة الكبرى في الداخل
اللبناني. دعني أتوقف عن مسألة ترشحك، يعني أنت القادم من الجسم الطبي إلى يعني العمل السياسي وإلى العمل البرلماني ضمن يعني دائرة بعبدة. ما الذي دفعك دكتور للترشح، الخروج من العمل الطبي نحو العمل البرلماني؟ أنا بس بدي أصلح، أنا مرشح لائحة التنمية والتحرير بكتلة الوفاق الوطني ببعبدة. التنمية والتحرير. نعم. شكرا لك على التوضيح. ما بأسر. أنا يعني هذا سؤال دائما نسأل عليه، إنه كيف فيك تجمع بين اثنين، أو شو السبب الخروج من العالم المستشفى وعالم الصحة للسياسي؟ نعم. وأنا جوابي دائما بقول إنه بيكملوا بعضهم، يعني إذا بده يكون في دراسة أو في مفهوم لمعاناة الناس مزبوط بلبنان، المفروض الواحد يمكن يعيش شوي بجو وعالم الصحة وصناعة الصحة ليعرف معاناة الناس. نتيجة السنين تقريبا 15 سنة بهالمجال هيدا صار عندي فكرة واضحة عن حاجات ومعاناة الناس الحقيقية. طيب. اليوم، وهذا يمكن كان الحافز الأساسي أنه أتوجه على العالم السياسي. طيب يعني دكتور، أنت تتحدث عن معاناة في القطاع الصحي وبالتالي هو سبب، ربما هل نفهم منك بأنك ربما يعني رغبة في تحسين هذا القطاع والخدمات الأخرى هذا ما يقف وراء الترشح في البرلمان؟ يعني هي المشاكل الموجودة عندنا لا تقتصر على قطاع الصحة بس، اليوم بظل أوضاع اقتصادية صعبة لكن في ظل معرفتك شوي. حتى بالقطاع الصحي نعم ربما. الاهتمام عم بيكون أنه حاجات الناس، أول شيء هي أنه تأمين الضمان الصحية لهم، وهذا من الأسباب اللي خلاني شوي ركز على الموضوع هذا، وهذا أكيد ضمن عملي كمان بنقابة المستشفيات بلبنان. في عمل جبار لازم ينعمل بقطاع الصحة بلبنان، وهي تعتبر صناعة لازم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني يستفيد منها ويطورها، وهيدا حافز لنا لأنه نعرف في إصلاحات كتيرة ممكن تنعمل وممكن ندخل من خلالها للبطاقة الصحية اللي هي يمكن هدف واهتمام كل المواطنين اليوم نتيجة الأعباء وكلفة الصحة بلبنان. طيب دكتور، يعني المنافسة كبيرة بطبيعة الحال أكيد في دائرة بعبدة، تتحدث عن أنت لائحة التنمية والتحرير، ما حظوظ هذه اللائحة؟ ما الذي يمكن أن تقدمه هذه اللائحة بخلاف اللوائح الأخرى؟ لك هي مثل ما بتعرفي بالقانون الجديد النسبي بلبنان ركبت لوائح انتخابيه بدوائر معينه. نحن برجع بقول انا امثل كتله التنميه والتحرير بلائحه الوفاق الوطني. نعم. وبعبده من المناطق اللي هي تعتبر نموذج عن لبنان، لانه هي بتشمل مواطنين من مختلف المذاهب والطوائف، وإلى نكهه خاصه، إلى طبيعه خاصه، والحضور فيها مميز، لانه هيك اللي بنحب نشوف لبنان بالمستقبل نحن. نعم. حاضن لجميع مكوناته. بطبيعه بعبده وتحالفات بعبده مميزه، وهي كمان لنرجع نطلع منها ونقول هذا لبنان اللي نحن بنطمح له. اليوم بعبده والتحالف او لائحه الوفاق الوطني هي تشمل فرقاء اساسيين اليوم موجودين، يعني انا من طرفي امثل حركه امل ككتله تنميه وتحرير، في معنا الاخوان بحزب الله، عندنا التيار الوطني الحر، وعندنا الحزب الديمقراطي اللبناني، وهي شريحه من الاحزاب تمثل كافه الاطياف بلبنان، وهذه نكهة بعبدة، هذه ميزة بعبدة. هل يمكن أن نتحدث عن المشروع الانتخابي، عن برنامجك الانتخابي؟ ربما يعني تحدثنا عن القطاع الصحي، ولكن بالمجمل القطاع الصحي ليس القطاع الوحيد في لبنان الذي بحاجة ربما إلى دعم، هناك قطاعات أخرى خدمية يحتاجها اللبنانيون. على ماذا سيركز برنامجك الانتخابي؟ بماذا تعد الناس ربما؟ أنا بس استخلص فكرة بناء الإنسان، هو شعار اللي اعتمدته بالحملة الانتخابية، وتركيزي كان على الشق الصحي والشق التعليمي، دعم التعليم الرسمي والجامعة الوطنية، الجامعة اللبنانية، لأنه هول بيكفلوا ببناء الإنسان. هول النقطتين الأساسية أنا استخلصتهم من شعارات اللي أطلقها الرئيس بري يوم اللي اعلن ترشيحات كتله التنميه والتحرير بلبنان، وغطت مواضيع سياسيه وتنمويه
ومواضيع العلاقة بالشأن العام والشأن الخاص والشأن الصحي والشأن الاجتماعي. أنا استخلصت منهم شعارين هو ممكن نشتغل عليهم حتى ما نطلق وعود بالهوى مثل ما بقولوا، ويكون بفعلنا مزبوط فعال على الأرض وملموس، ويقدر الناخب بالمستقبل يرجع يحاسب المرشح على تصوراته. أنا بيجي حتى ما طول عليك موضوع البطاقة الصحية، برجع بقول نحن ننفق بلبنان تقريباً 8% من الناتج المحلي على الصحة، هو مبلغ كبير. واليوم ممكن نحن والخدمات أو مستوى وصول الخدمات للمواطنين منه كافي، في شكوى دايماً على موضوع المستشفيات، النقص بالأسرة، عدم وجود مراكز صحية بمناطق براد بيروت وجبل لبنان. بهذا مشروع البطاقة الصحية أول شيء بيريح أي لبناني ما عنده أي نوع ضمان اجتماعي، ونسبة المضمونين بلبنان اللي عندهم نوع من التغطية الصحية 40% بس، يعني 60% اليوم بده يعتمدوا على وزارة الصحة وعلى الاوت اوف بوكيت اكسبنس مثل ما نقوله. وهذا المشروع بيأمن وفر للدولة اللبنانية بحال اعتماده، وبنفس الوقت بريح المواطن بظل الأوضاع الاقتصادية الموجودة. الموضوع الشق الثاني كمان ضمن الصحة موضوع الدواء. نحن بلبنان نعتبر من أغلى دول بالنسبة لكلفة الدواء، وكمان هذا مشروع بده شوية شغل، لأنه كمان هذا ممكن يوفر على المواطن بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. بيرجع الشق اللي له علاقة بالتعليم. نحن كنا اليوم بلبنان يعني نفتخر بالمدرسة الرسمية والتعليم الرسمي، بس لازم يكون في مواكبة أكثر لإلها، يكون في ريسورسز ودعم أكثر لإلها لتطويرها، وصولا إلى جامعة لبنانية جامعة الوطنية وزيادة فروعها وأنصاف الأساتذة اللي موجودين معها، اللي هن الأساس لبناء لبنان المستقبل. إذا نتحدث عن قطاعين، عن القطاع الصحي بالدرجة الأولى وأيضا عن قطاع التعليم. دكتور، ذكرت نقطة مهمة، يعني التحالف الحاصل بين حركة أمل والتيار الوطني الحر سواء في دائرة بيروت الثانية أو حتى في مقعد بعبدة، لماذا فقط ربما جرت توافق في هاتين الدائرتين ويعني افترقتما في الدوائر الأخرى؟ ألم يكن هناك بالإمكان أن يكون هناك تحالفات أوسع؟ كان ممكن، بس طبيعة القانون الجديد النسبي اللي تم اعتماده بلبنان اليوم فرض طبيعة التحالفات. يعني هذا منه مقتصر بس على حركة أمل والتيار الوطني، كمان هذا بيشمل بقية الأحزاب اللي عملت تحالفات مع بعضها بمناطق تانية كانت ضد بعضها. هيدا للأسف طبيعة القانون النسبي لأول مرة يجرب بلبنان. وفرض طبيعة التحالفات. نتأمل ما بعد 7 أيار أنه يرجع يعاد النظر بطبيعة هالقانون هيدا لتحسينه وتطويره بطريقة كمان يقدر يكون في إنصاف أكثر للمرشحين وللناخبين كمان. لأنه اليوم في خيارات القانون يعني حد من حرية الناخب ببعض الخيارات بمحلات معينة. تتحدث دكتور عن عملية تحسين للقانون الانتخابي على اعتبار بأنه هو الآن في هذه المرحلة هو التجربة الأولى، برأيك اتضحت الآن عيوب هذا القانون؟ يعني مش عيوبه، هو للأسف بشد العصب المذهبي أكثر ما بيطمح لأنه نعمل قانون نسبي يغطي لبنان كله. نحن هاي طموحاتنا ككتلة التنمية والتحرير أنه يكون عنا قانون نسبي على مستوى لبنان، وهيدا الأنسب إذا اليوم بدنا نبني بلد بعيد عن الطائفية والمذهبية. ونفكر بس بالمواطنة وبكيان الدولة اللبنانية اللي هي في خدمة أي مواطن بغض النظر، لأنه أصلا بالدستور اللبناني النائب هو نائب الأمة بغض النظر إذا كان موجود أو نزل على مقعد معين بمنطقة معينة، بالنهاية هو نائب الأمة. طيب ماذا بشأن التوقعات يعني بالنسبة لكم؟ كم مقعد تتوقعون أن تصلوا كنتيجة للانتخابات؟ أنا بفضل ما فوت كتير بلغة الأرقام والتوقعات. رح أقول لك مثلا، لكن لا يوجد لديكم حد أدنى وحد أقصى من التوقعات؟ أنا رح أعطيك المثل الحي عندما بننسي الانتخابات الأخيرة صار بأمريكا بين ترامب وكلينتون. كل توقعات راحت بمال، واللي صار على الأرض راح بمال تاني. أنا بس كل شيء بقوله أنه هيدا القانون الجديد هو قانون نسبي، وأي قانون نسبي يحتم ويطلب أنه يكون في كثافة تصويت يوم الانتخاب. أي قانون نسبي بأي بلد بالعالم
بنتمنى ودائما بنقول اذا كان عندنا كثافه تصويت يوم 6 ايار ممكن نقدر نحن نوصل لمرحله متقدمه ونقدر نحجز مقاعد لنا. عم بحكي انا على لائحه الوفاق الوطني ببعضها، بس كله يعتمد على نسبه التصويت. يعني اذا قدرنا نحن رفعنا نسبه التصويت لل 65 لل 70% من نحن بنكون مرتاحين على القليل نحجز اربع مقاعد حسب الدراسات. ولكن بس دكتور 65 الى 75 او 70% من يعني نسبه التصويت او المشاركه، هذه نسبه كبيره كثير مهمه مقارنه بعمليات التصويت في الانتخابات في مختلف دول العالم. بالزبط. ليست بنسبه قليله. بالضبط، لانه اذا بنرجع لقانون 2009 القانون الاكثري ببعضها بالتحديد كان بين الشرائح المسيحيه والاسلام معدل ونوصل بين 58 ل 62%. يعني بعضها عندها القدره انه ترفع نسبه التصويت اكثر، خصوصا هلا بظل القانون الجديد. نحن دورنا عم نقوم فيه المكانات الانتخابيه تابعه لحركاتنا السياسيه وتياراتنا السياسيه عم تشتغل كمان لرفع الحاصل الانتخابي. إذا قدرنا وصلنا لرفع الحاصل بتصور ممكن يكون نتائجه منيحة، بس بفضل أنا نبعد عن لغة الاستطلاعات والأرقام ونشتغل على الأرض لزيادة الكثافة. طيب دكتور، دعني أخذك خطوة نحو يعني تشكيلة البرلمان. ربما إذا كان هناك تقاطع مع التيار الوطني الحر اليوم في دائرتين، إلى أي مدى هذه التقاطعات يمكن أن يعني تأخذ خطوات للأمام تحت قبة البرلمان؟ يعني أنا برجع بقول في كتير قواسم مشتركة بين معظم الأحزاب بلبنان. المفروض هلأ حسب تركيبة التحالفات وشو رح ينتج من الانتخابات أنه يقدر يتشكل رؤية أوضح للبنان. اليوم يمكن الحساسية اللي صايرة إذا بدنا نقول أو الخطابات السياسية اللي عم نسمعها من كل الجهات هي آنية، يعني هي بس اليوم لمرحلة الانتخابات لشد العصب الانتخابي إذا بدنا نقول، وبتصور هالأمور ما بعد 6 أو 7 أيار رح تكون التركيز على مصلحة لبنان وعلى بناء لبنان، لأنه عنا تحديات كبيرة. نحن اليوم نعرف عنا أزمة اقتصادية كبيرة، بنعرف عنا عجز يفوق 80 مليار دولار، بنعرف عنا نسبة بطالة بين 38 ل 43%، وهذه أرقام هائلة. عنا عجز بمعدل 7-8% كل سنة. هدول التركيز لازم يكون عليهم، وما بتصور في أي حركة سياسية بلبنان اليوم رح تختلف معنا بالرأي. إذا نحن ورئيس بري ذكرها أكثر من مرة، تركيزنا بده يكون نحو بناء لبنان، بناءه على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الاقتصادي، وهذا الأساس رح يكون. بتصور الكل ما بعد 6 أيار رح يكونوا يلاقونا بهالطريق هذا. طيب دكتور، يعني مسألة بناء لبنان، وأن اختلفت ربما يعني الشعارات الانتخابية لمختلف اللوائح الانتخابية، كل هذه اللوائح تتحدث عن مسألة محاربة الفساد، مكافحة الفساد، وهذا أمر مهم ربما بالنسبة يعني للبنانيين. ولكن إذا ما يعني نتحدث إذا ما كان الفساد هو الشعار الأول بالنسبة لكل هذه اللوائح، من يتحمل الفساد الحاصل في البلد طوال السنوات السابقة؟ في شيء منطقي دائما بنحكي فيه نحن، انه خلينا نطلع على لبنان من لم يكن هناك برلمان من بالضبط، بس من الستينات زمن الحروب وفكرة التوطين اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، للحرب الأهلية بلبنان، لبعدين الحروب الإسرائيلية الأخرى، لا وصلنا للمعارك مع الجهات الأصولية. نعم. ما خلى لبنان يرتاح. يعني لنكون واعيين، أي برلمان وأي فريق معين رح يقدر يشتغل ويحط ويرسم خطط لقدام على الصعيد الإداري والسياسي بالبلد، إذا كل شهر أو كل فترة في خضة أمنية أو خضة أساسية عم بتهدد كيان البلد. دائما التركيز كان عم بيروح على الشق الأمني والاستقرار الأمني، وهذا كله أثر على الوضع الاقتصادي بلبنان. وهي لابد يمكن هي مؤامرة، هاي كان الهدف منها أنه يلهو لبنان بمشاكل أمنية اللي رح برأيك تضرب. لبنان الآن مرتاح أكثر؟ أمنيا لبنان حسب الخبراء يمكن بعدنا أفضل من غيرنا، نشكر الله. بنتمنى اليوم نقدر نركز على المشاريع تبعنا اللي بتتضمن موضوع الفساد، بتتضمن موضوع تفعيل مؤسسات الدولة للرقابة، ودور المجلس الجديد وشو رح يفرز عنه اليوم من تحالفات كمان لمراقبة عمل الدولة وتحديث التشريع والقوانين. هذا طموحاتنا ببرلمان 2018. طيب يعني دكتور، إذا برلمان القادم ما الذي سيختلف عنه من ناحية الشكل والمضمون عن البرلمانات السابقة؟
برجع بقول لك يمكن القانون النسبي رح يخلق فرص لوجوه جديده ودم جديد تدخل على البرلمان اللبناني. بنفس الوقت عندنا ازمه اقتصاديه معيشيه خانقه وضروري التركيز عليها لنحد من الهجره ومشاكل فرص العمل اللي لازم نخلق لها ونساعد المؤسسات الصغيره المتوسطه. هذا التركيز لهالسبب اليوم في مسؤوليه وطنيه بتصور الكل واعي عليها، وعندنا استحقاق مهم كثير لازم نحضر له هو موضوع النفط بلبنان. يعني اليوم طموحنا انه نخلق وننهي موضوع الصندوق السيادي النفطي، لكمان هذا املنا الاساسي اليوم لتخفيض الدين العام واستفاده من التخفيض واستثمار المردود بمشاريع استثماريه لخلق فرص عمل للمواطن اللبناني. طيب في كلمه اخيره دكتور فادي توجهها، يعني وانت من ساحل المتن الجنوبي للناخبين. يعني انا برجع بقول اليوم عندنا استحقاق جديد بعد 9 سنوات. بنطلب من الجميع كثافه الحضور والتصويت ضمن قناعاتهم، لانه هذا حق يقدس لهم لازم يمارسوه، وبنتمنى بيكون بسبعة أيار كلنا نحتفل بالعرس الوطني لإنجاز العملية الانتخابية الديمقراطية للبنان لازم يشوف حاله فيها. أنا أشكرك كل الشكر دكتور فادي فخري علامة، وأنت مرشح عن لائحة التنمية والتحرير في كتلة التنمية والتحرير لائحة الوفاق الوطني، على تواجدك معنا في الاستديو. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. نختم فقرة لبنان في الانتخابية مع أولاد البلد. يا أولاد البلد ال67 جينا على جين تنزل على البحر كب الليفري بتشوفيها. لا لا اجتياح اسرائيل 82 رانا قعدنا بالغازيه طلعنا شي 8 اشهر بالمدرسه. كان عندي 3 اولاد خلفت الرابع بالمدرسه. من هونيك جينا سكننا هون بالحاره النامه قعدنا شو ما نشتغل هون ناس بتنزل هون تخطورة دينان فقعت أول شيء ثاني شيء هدقنا صرنا ننزل معه ننزل نتصيد عنا ننزل 50-60 كيلو 30 كيلو إذا ما شال شيء 10 كيلو هلا بتنزل يعني وقت بتلف كيلو 2 كيلو 3 كيلو هلا سمك انقرض كثير يعني في سلطان ابراهيم كان في سمك اسمه صلبي هذه انقطعت راحت ما عاد يبين منها زلاء تمام ما بقى يشوف واحد ما فيها شيء كان قلنا توتيا كان فيها لنا توتيا قالت لها فيها شوك وهذا كمان انقرضت يعني راحت بعدين كلها رد ميات على الشط قد ما مدي هذا كمان هرب السمك صياد مين صريح هون لا حدا بيرد ولا حدا بيزن يعني انا بنزل على البحر لحتى ما اشوف حدا ولا حدا يشوفني خلاص انسى. ومن الانتخابات اللبنانية إلى الانتخابات التشريعية العراقية والتي نتابع تفاصيل التحضيرات لها مع موفد الميادين إلى بغداد زميلة دينا زرغط، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مشاهدينا ونرحب بكم من العاصمة العراقية بغداد.
إذن على صعيد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، التحضيرات اللوجستية والأمنية لضمان نجاح العملية الانتخابية في 12 من الشهر المقبل كانت محور مؤتمر موسع للمفوضيات العليا المستقلة للانتخابات بالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا لهذه الانتخابات. رئيس المفوضية رياض البدران أكد أهمية انعقاد المؤتمر لوضع الخطط الكفيلة بحماية الانتخابات وأمن الناخب وضرورة التنسيق المشترك بين اللجنة الأمنية العليا والوزارات الأمنية. أما رئيس اللجنة الأمنية الفريق موفق عبد الهادي فقد أشار إلى أهمية وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعمل اللجنة الأمنية ودورها في حماية العملية. جال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في محافظة كركوك في زيارة هي الأولى له منذ عمليات فرض القانون. وقد رعى العبادي حفلا جماهيريا جدد فيه تأكيد أن كل المدن العراقية هي لكل العراقيين. احنا نحافظ على هذه المدينة لتكون بحق لكل العراقيين. لا يمكن لأي مدينة عراقية أن تكون لطائفة دون أخرى أو تكون لقومية دون أخرى. وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وفي ختام زيارته لبروكسل أعلن أنه وجه جميع البعثات بتقديم كل ما يمكن من التسهيلات اللازمة لإنجاز الانتخابات والحرص على إنجاحها. وقال الجعفري أنه رفض إجراء الانتخابات في مقر السفارات ابتعادا عن أي شبهة تدخل أو اتهام للسفارات بالانحياز. أعلن رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم عزمه على تشكيل تحالف المعتدلين كي تنبثق عنه حكومة تضم قوى الاعتدال. الحكيم أكد أن تحقيق العيش المشترك لأبناء العراق في مقدمة الأولويات، ويجب أن يكون العراق القدوة في الوئام والتسامح والانسجام وحماية الحريات الشخصية والجماعية. تصريحات الحكيم جاءت خلال ملتقى لانطلاق حملة عراق بلا تطرف للمجمع الفقهي العراقي في بغداد، وقال أن الحلول المستوردة من خارج الحدود لا تؤدي سوى إلى مزيد من المشاكل والتقاطعات بين أبناء البلد الواحد. ائتلاف النصر قال القيادي في ائتلاف النصر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي أراس حبيب إن العزوف عن الانتخابات البرلمانية المقبلة سيساعد على استمرار الفساد. ودعا حبيب في بيان صحفي إلى أن لا يكون الانتخاب على أساس فئوي بل على أساس الكفاءة، واصفا الانتخابات المقبلة بأنها انتخابات تحديد المصير. إذن على بركة الله سندعو الآن زعيم ائتلاف النصر. إذن ونتابع في سياق هذه الانتخابية، حيث نظرت الشارع العراقي إلى انتخابات 2018 تركزت على أنها مفصلية ومختلفة عن السابق، كما ينظر إلى المشاركة فيها أنها فرصة للتغيير عبر اختيار الأنسب من المرشحين ممن يحملون برامج انتخابية واقعية. محمد الفهد والتفاصيل. لا يزال الناخب العراقي ينظر إلى الانتخابات التشريعية المقبلة في آيار المقبل أنها ليست مجرد انتخابات لتجديد ثقة الجمهور بممثليه في البرلمان العراقي كل 4 سنوات وفق الدستور، بل أنها انتخابات مفصلية في العملية السياسية العراقية بعد عام 2003. وللمرة الأولى تتبلور لديه هذه القناعة بعد 3 تجارب ماضية، فعليها تعقد الآمال التغيير والانتقال إلى ضفة دولة المؤسسات والعمل المشترك بين الأفرقاء بعد هزيمة الإرهاب. أكيد هذه الانتخابات تختلف عن بقية الدورات السابقة والانتخابات السابقة. هذه نكن أو لا نكن. نعم هذه الانتخابات وهناك تحدي كبير للشعب العراقي أن يذهب إلى الانتخابات وغير خارطة جديدة للانتخابات وتغيير هذه الوجوه الجديدة. انتظرها كأي مواطن عراقي يريد تغيير بلده، ونتأمل خير، يعني مو مثل الانتخابات الراحت، يعني ما شفنا أي تغيير، نفس الوجوه تكررت. تراكمات الماضي القريب ربما باتت من أبرز العوامل التي ساهمت في اتساع أفاق الناخب العراقي ودفعته نحو الإصرار على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، لكنها هذه المرة محفوفة بدقة الاختيار بين المرشحين وبرامجهم القريبة للتطبيق.
توضحت للناخب جميع الكتل، كانت الصورة غير واضحة للناخبين. الآن الناخب لديه صورة واضحة عن جميع الناخبين، عن جميع القوائم، وظهرت له بالتجربة ظهرت بعد 14 سنة الفاسد ومن الشريف من النزيه من الكفو. النظرة المتفائلة لانتخابات العراق هذه المرة من الناخبين لم تكن الخيار الوحيد الذي يتمسكون به، إنما ثمة حملات اجتماعية لتحفيز المترددين نحو المشاركة في التصويت كخطوة نحو تغيير الواقع. العراق بعد انتخابات 2018 لن يكون كما قبله، هكذا يسعى المرشحون والناخبون على حد سواء. تنافس سياسي حذر وبرامج انتخابية قريبة من الواقع تلامس تطلعات الشارع. محمد الفهد، بغداد، الميادين. يبقى معنا زميل محمد الفهد مراسلنا من بغداد. محمد، لماذا يعني يعقد الشارع العراقي الأمل على هذه الانتخابات؟ يقول بأنها مفصلية أيضا ستغير التوجهات فيما بعدها. نعم دينا، يعني لعدة أسباب، من أبرز هذه الأسباب أن العراق خرج منتصرا في حربه ضد داعش وبات ربما مؤهل لتطبيق بعض الملفات وبعض البرامج الانتخابية. في الدورات الانتخابية السابقة كانت هنالك أولويات، وهذه الأولويات هي الأمن كان يتربع عليها في السابق، بالتالي الآن باتت البرامج ربما هي متاحة في ظل وجود إمكانية مالية، في ظل وجود برامج، في ظل وجود خطط، وهي تحتاج بطبيعة الحال إلى تطبيق من قبل المرشحين. أما السبب الآخر وفق الشارع العراقي بأنه أصبح لديه معرفة واطلاع على طبيعة العمل السياسي من خلال تراكم التجارب السابقة التي خاضها الناخب العراقي في اختياره للتحالفات والكتل السياسية، بالتالي أصبح اليوم ووفق تعبيره يميز ما بين التحالفات والكتل والمرشحين وحتى بين البرامج. لذلك يقول أن هذه الانتخابات مفصلية لأن الناخب لديه اليوم إرادة تدفعه نحو التغيير، إرادة نحو التمييز ما بين البرامج واختيار الأنسب من بينها. كذلك ربما هنالك عدد كبير من الخيارات المطروحة لدى الناخب في الاختيار لاعتبار أن هنالك تنوع سياسي لدى المرشحين والكتل السياسية تتيح للناخب أن يختار الأصلح من بينها. لذلك اليوم هنالك دافع لدى الناخب العراقي نحو المشاركة في هذه الانتخابات، هو سماها ليست بتجديد الثقة بينه وبين ممثلي في البرلمان، وإنما لاختيار هذه المرة اختيار من يمثله ويكون قادر على تغيير الواقع وكذلك النهوض بالقطاعات المختلفة كالخدمات وغيرها. طيب أيضا محمد، يعني على صعيد الاستعدادات العملية الانتخابية، اليوم برز ما أعلنته المفوضية عن تنسيق اللوجستي بينها وبين اللجنة الأمنية، نسأل تفاصيل إضافية عن هذا التنسيق، عن الخطة الأمنية، متى ستعلن أيضا؟ نعم دينا، اللجنة الأمنية العليا تشكلت وهي مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وتأخذ على عاتقها عدة مهمات، أبرز هذه المهمات حماية المراكز الانتخابية في عموم العراق. هي اجتمعت هذه اللجنة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات. هذا الاجتماع الذي ضم اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات من قبل أعضائها هي تسبق إعلان المفوضية عن الخطة الأمنية المقبلة. بحسب المراقبين أن هذا الاجتماع وكذلك تسمية هذه اللجنة التي ستشرف على الانتخابات هي كانت رد على بعض الأطراف التي طالبت بأن تكون حماية من قبل بعض الجهات الخارجية والأجنبية لمراكز الاقتراح في عدد من المناطق ولا سيما في المحافظات التي كانت محتلة من قبل تنظيم داعش، وهي رد أيضا بأن العراق قادر على حماية هذه التجربة كما كان في السابق، لأن العراق في عام 2014 وهي الانتخابات الأولى بعد خروج القوات الأمريكية من العراق، وكذلك الانتخابات في 2014 تزامنت مع وجود نشاط لتنظيم داعش، نجح العراق بقواه الأمنية المحلية بحماية تلك التجربة، بالتالي انتخابات 2018 أيضا القوات العراقية وكذلك الحكومة العراقية أكدت أنها قادرة على حماية هذه التجربة، وهي مختلفة لأن العراق انتهى من الحرب العسكرية على تنظيم داعش، وبالتالي تم تسمية هذه اللجنة لكي تأخذ على عاتقها مسؤولية حماية الانتخابات وفق خطة أمنية محكمة. إذن زميل محمد الفهد مراسلنا بغداد، شكرا جزيلا لك.
وللمزيد من النقاش ينضم إلينا المرشح عن حزب الديمقراطية الكردستاني السيد ريبين سلام من السليمانية في إقليم كردستان. أهلا بك سيد ريبين. نسأل بداية، عن هناك حديث كبير عن إمكانية تراجع نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات عن الانتخابات السابقة، ما رد ذلك عزوف الشارع في إقليم كردستان، شارع الكردي تحديدا، عن هذه الانتخابات بفعل الأحداث السابقة، كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الانتخابات تعتبر رابع انتخابات ديمقراطية في العراق، بما أن دولة العراق دولة قد شاهدت عدة انتخابات منذ نشأتها، تصل إلى تقريبا 10 انتخابات بحد ما أجد الجماعة الانقلابية في سنة 63، وبعد ذلك في ظل النظام الفائز كانت انتخابات صورية وكرتونية يتم فيها انتخاب الحزب الواحد، ولكن هذه الانتخابات بالتحديد تعتبر من أهم الانتخابات التي تمر بها دولة العراق، لأنها هذه الدولة تعتبر يعني العملية الديمقراطية والعملية الانتخاباتية في هذه الدولة رابع انتخابات، ويتم عن طريق البصمة الإلكترونية أو الاحتفال الإلكتروني. بالنسبة لنسبة الاشتراكات، اشتراك في هذه الانتخابات بسبب الوضع الأمني التي تسود على مناطق كركوك وتحت سيطرة عسكرية، بما أن بموجب القانون الدولي وبموجب الأعراف الدولية لا يجوز أن يتم انتخابات في ظل حكم عسكري صراحة. ومحافظة كركوك محافظة تحت سيطرة ميليشيات عسكرية، ووضعها وضع غير مستقر عسكريا. لذلك نحن كحزب الديمقراطي الكردستاني لم نشارك في الانتخابات في محافظة كركوك بسبب هذا الوضع العسكري والأمني الفائز في المحافظة، وعدم تطبيق مادة دستورية تسمى بمادة 140 في الدستور العراقي، والتي كان من المفروض أن يتم تطبيقها منذ 31/12/2006. يعني بموجب الدستور العراقي كان مفروض بأن يتم حل مشاكل المتنازع، المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك منذ هذا التاريخ، ولكن بسبب عدم التوافق وبسبب طيب المشاكل السياسية. نعم طيب سيد ريبين، نبقى في الموضوع الانتخابي لو سمحت. هناك أيضا من يقول بأنه هناك إمكانية لتراجع التمثيل الكردي بفعل، يعني هناك عدة تحالفات كانت موجودة في السابق واليوم ليست موجودة، من الممكن أن يتراجع التمثيل الكردي في بعض المناطق المشتركة، كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ لأي مدى أيضا هناك إمكانية لإحياء التحالف الكردي ما بعد الانتخابات؟ هو يعني النظام الانتخابي بموجب التعديل الذي تم في 2013 بموجب المادة يعني الفصل الرابع مادة 14 التعديل الأخير في سنة 2013 تم هذا التعديل على القانون الانتخابي، وصار أصبح النظام الانتخابي على أساس سانتياغو. هذا النظام، هذا النظام لا يتم فيها اكتساب مقاعد برلمانيه بطريقه منصفه بالنسبه للكيانات الصغيره او الكيانات التي لم يتم التحالفات فيها بصوره واسعه، لانه الاصوات يعني الاصوات الصحيحه بالنهايه حصيلة الأصوات يتم توزيعها على رقم 1، رقم 3، رقم 5، وبهذه الصورة في الانتخابات السابقة بسبب عدم اللجوء إلى تحالفات قوية في مناطق متنازع عليها مثل كركوك وسنجار وخانقين
هذه المناطق تعتبر مناطق متنازع عليها لحد الآن بين إقليم كردستان والحكومة العراقية. والسبب الأكثر تأثيرا في هذه الانتخابات لتقليل أصوات الأكراد هي الوضع الأمني السائد في هذه المناطق، لأن هذه المناطق بعد 16 أكتوبر أصبحت تحت سيطرة ميليشيات ووضع الأمني فيها غير مستقر. لذلك نحن كحزب ديمقراطي الكردستاني مددنا يد القائمة المشتركة لكافة الأحزاب الكردستانية حتى نشارك في هذه الانتخابات بيد واحد وبتحالف قوي وباسم كردستان. ولكن مع الأسف بسبب المحاولات الإقليمية وبسبب المحاولات الأحزاب السياسية لكسب مكاتب حزبية ضيقة لم يستجيبوا إلى هذه الأصوات. ومن المتوقع أن يتم المشاركة في الانتخابات في هذه المناطق المتنازع عليها لم يكن بالشكل المطلوب بالمستوى المطلوب. إذن المرشح عن حزب الديمقراطي الكردستاني السيد ريبين سلام حدثنا من السليمانية، شكرا جزيلا لك. في الذكرى 15 للاجتياح الأمريكي للفلوجة لا تزال معاناة الأهالي شاهدا على ما خلفه الاحتلال من جرائم. الفلوجة قلب الأنبار في العراق ومدينة المساجد تئن تحت جراح 5 أشهر من القصف عليها خلال الاحتلال الأمريكي للبلاد. في الذكرى 15 لما يعرف تاريخيا بعمليات القتل في الفلوجة منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، وبصمات الدمار حاضرة على الديار والأنفس معا. هذه المنطقة عانت ما عانت، هذا البيت راح من عند نسوان اثنين، وإحنا إهذاك البيت إهذاك وليد ابن اثنين، واحد استشهد وواحد هسه معوق. وللإعاقات أوجه عديدة لعل أبرزها يتجسد على أطراف الصغيرة فاطمة بسبب الأسلحة المحظورة دوليا التي استخدمها الاحتلال الأمريكي على أرض العراق. من جتي فطومة اكتشفنا بالولادة أثناء الولادة عندها عوق بالأطراف الإيدين والرجلين، اكتشفوا الدكاترة تعرضنا هي لهاي الضربة الفسفور ضربتها الأمريكا. لم تستسلم الطفلة لقدرها، هي تقهره يوميا بالضغط على هذا القلم والنقش على صخور الدهر أن أبناء العراق أهل علم ومعرفة وإن أصابتهم جهالة الدمار. بالنسبة لمستواها والله من يعني الطالبات جيدات جدا، يعني من ناحية الخط مالها رغم أنه عواقها، يعني من تكتب على السبورة من دفاتر موجودة وتقدر يشوفوها دفاترها كلش جيدة وحلوة ومرتبة. من الطالبات اللي شاطرات يعني من الأوائل الموجودات عندنا بالمدرسة. دراسات عراقية محايدة أثبتت وجود ملوثات خطيرة استخدمها الاحتلال الأمريكي في اجتياحه للعراق. عين نموذج سامبل، هذا السامبل اللي أخذته سوينا تحاليل بمختبرات ألمانية معترف بها ومحايدة ما لها علاقة بالجهة السياسية. هذه المختبرات أثبتت وجود يورانيوم زئبق. تنفض الفلوجة عنها حزن العشرية الماضية، تحاول النهوض بمستقبلها والتطلع إلى غد يليق بتاريخها ومعالمها الشامخة. إذن مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام نافذتنا العراقية ضمن الانتخابية والتي نستأنفها مع تطورات المشهد الانتخابي في تونس مع مفادتنا رانا أبي جمعة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه النافذة من تونس والتي نقدمها لكم من ساحة الاستقلال إلى جانب نصب ابن خلدون، وأيضا نحن من أمام كاتدرائية تونس. أهلا بكم.
للمرة الأولى في تاريخ تونس انطلقت اليوم عمليات اقتراع الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، ويشارك فيها 36 ألف أمني وعسكري. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني أكد أن وزارة الداخلية فرزت 30 ألف أمني لتأمين هذه الانتخابات بمختلف مكاتب ومراكز الاقتراع في جميع ولايات الجمهورية، كما قامت بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوزيع كتيب صغير هو عبارة عن دليل توجيهي لأعوان قوات الأمن الداخلي يتضمن حقوق الناخبين الأمنيين وواجباتهم. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التلالي المنصري أكد أن نقابة قوات الأمن الداخلي هي الوحيدة من النقابات الأمنية التي أعلنت مقاطعتها لهذا الاستحقاق البلدي. المنصري وإذ أعرب عن استغرابه من قرار النقابة الأمنية رأى أنه ليس معقولا أن تكون ضد ممارسة الأمنيين لحقهم الانتخابي الذي كفله الدستور. عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات البلدية عادل البرنسي بدوره دعا الإعلاميين إلى عدم تصوير الأمنيين والعسكريين ونشر صورهم عند اقتراعهم، وأشار إلى أن القانون ينص على أنه يمنع القيام بأي دعايات أو حملات انتخابية للقوائم والأحزاب قرب مراكز اقتراع الأمنيين، إلى جانب منع عمليات سبر الآراء. وينضم إلينا مراسلنا في تونس مراد الدلنسي. مراد، يعني لو تضعنا في أجواء هذا اليوم، هو يوم اقتراع للأمنيين والعسكريين، ماذا في تفاصيله وأيضا يعني تدابيره وإجراءاته اللوجستية وكل ذلك؟ نعم رانا، الهيئة خصصت أكثر من 350 مركز اقتراع في مختلف مناطق البلاد، وهو بطبيعة الحال عدد قليل جدا مقارنة بآلاف مكاتب ومراكز الاقتراع بالنسبة لانتخابات بقية المواطنين. هيئة الانتخابات قامت بمنع تطوير عملية الاقتراع، ولكن هناك مركزي اقتراع فقط في العاصمة في دائرة تونس. تحولنا منذ قليل إلى أحد المراكز وعاينا فتح هذا المركز، بطبيعة الحال بالنظر إلى العدد المحدود من الأمنيين المسجلين وكذلك دعوات بعض النقابات وخاصة نقابة قوات الأمن الداخلي لمقاطعة هذه الانتخابات، فإن العدد المقترعين قليل جدا. هيئة الانتخابات منعت التصوير لدواعي أمنية، وكذلك منعت تعليق القوائم الناخبين من الأمنيين في مكاتب الاقتراع، وكإجراء احترازي آخر قامت بجعلت عملية فرز هذه الأصوات، أصوات الأمنيين تكون جانبا إلى جنب مع أصوات بقية المواطنين في السادس من مايو المقبل، وكل هذا لأسباب أمنية. كذلك الأمنيون ليس بإمكانهم استعمال الحبر الانتخابي لنفس السبب أيضا. كما قلت، النقابة دعت إلى مقاطعة هذه الانتخابات. هناك عدة تصريحات متضاربة، أحيانا تتحدث على أنه لا تقبل بأن يصوت الأمنيون للبقاء على الحياد من العملية السياسية، وآخر تصريح لأحد النقابيين الأمنيين قال أن قرار النقابة أو دعوتها للمقاطعة مردها عدم سماح هيئة الانتخابات للأمنيين بحضور اجتماعات المترشحين والأحزاب. كما نعلم، هيئة الانتخابات منعت على الأمنيين حضور الاجتماعات الحزبية للمترشحين والمهرجانات الانتخابية، وبالتالي هذا موقف نقابة قوات الأمن الداخلي من عملية الاقتراع. بطبيعة الحال مراكز الاقتراع تغلق عند السادسة مساء، ولن تكون هناك نتائج كما ذكرت، ستكون النتائج في السادس أو السابع من مايو أيار المقبل، في السادس أو السابع من أيار. نعم نعم صحيح صحيح مراد، هذا فيما خص يعني اقتراع اليوم. ماذا فيما يعني ماذا على صعيد الحملات الانتخابية، هل من جديد يمكن أن نضيفه؟ نعم، الحملات الانتخابية دخلت منعرجا جديدا، هو الأسبوع الثالث، أسبوعان على بداية هذه الحملات. نحن كنا طيلة الأسبوع الماضي نتابع هذه الحملات الانتخابية في مختلف المناطق والبلديات المحيطة بالعاصمة. ما نلاحظه هو أن هذه الحملات أخذت زخما جديدا مع قرب يوم
الصمت الانتخابي. كل الأحزاب تحاول أن تكسب أصوات أو تقنع العدد الكبير من المواطنين أو الناخبين الذين لم يقرروا بعد لأي حزب أو قائمة مترشحة ينتخبون. هناك عدة طرق أو استراتيجيات انتخابية تعتمدها الأحزاب. هناك عدد كبير من القوائم يعتمد على الاتصال المباشر مع المواطنين، الاتصال تحول إلى بيوت ومنازل المواطنين لإقناعهم ببرامجهم الانتخابية. الأحزاب الكبرى تنظم مهرجانات انتخابية في الشارع وخاصة في الأسواق الأسبوعية، لاحظنا هذا في مختلف المناطق. كذلك كما قلت هناك بالنسبة للمواطنين حقيقة لمسنا نوع من العزوف أو نوع من عدم الثقة في القوائم والأحزاب المترشحة، مرده إلى الوضع الاقتصادي العام الذي تعيشه البلاد. ولكن هذا لا يمكن، لا يجعلنا نجزم بأنه ستكون هناك ربما عزوف كبير على الانتخابات، لأن عدد كبير ممن تحدثنا معهم يقولون أنهم صحيح أنهم غير راضين على الوضع الذي وصلت إليه البلاد وتضاءلت ثقتهم في الأحزاب، ولكن رغم ذلك سيختارون ربما أحد القوائم المترشحة لخدمتهم في المحليات، خاصة وأن الانتخابات البلدية تختلف عن التشريعات لأنها تمس المواطن في حياته اليومية، وبالتالي فإنه إلى حد الآن لا يمكن أن نتحدث على عزوف، لأنه في مقابل هذا هناك رغبة من عدد مهم من المواطنين للقيام بواجبهم الانتخابي. نعم رنا. شكرا جزيلا لك مراد الدلنسي مراسل الميادين في تونس. دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد الهيئة المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات إلى تدخل واستعمال سلطتها الردعية لإيقاف ما وصفته بعمليات الإشهار السياسي ووضع حد للإخلالات أثناء الحملة واعتماد الشفافية في نشر المخالفات بصفة دورية. كما لاحظت عتيد في تقرير أولي لها عن مراقبة الحملة الانتخابية وجود فوارق هامة في الإمكانيات المالية بين القوائم المرشحة بين الحزبية والمستقلة، مشيرة إلى استعمال المواد الإدارية في الحملة الانتخابية واستغلال الأطفال وشباب بعض الجمعيات الرياضية في الحملة. أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد سيشن في المقبل من الأيام حملة لتطبيق القانون الداخلي بحذافيره ولتنظيف الاتحاد ممن وصفهم بالانتهازيين وكل من حاك الخيانات لضرب الاتحاد. وجاءت هذه الخطوة حسب الطبوبي على خلفية ما اعتبره الاتحاد مراهنة الحكومة على بعض الاختراقات، وأضاف أن المنظمة ستدخل في مرحلة فرز حقيقي لاستبعاد الانتهازيين الذين كشفوا عن وجوههم الحقيقية خلال المرحلة الماضية على حد تعبيره. على غرار مراقبي هيئة الانتخابات والمراقبين الدوليين قامت منظمات المجتمع المدني بنشر مئات المراقبين وإعداد تقارير دورية طوال أيام الحملة، وتم في البداية رصد مخالفات تتعلق أساسا بالقيام بأنشطة انتخابية من دون إعلام الهيئة العليا للانتخابات وتمزيق البيانات الانتخابية. مراد الدلنسي والتفاصيل. عمليات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ونسب الإنفاق المالي للأحزاب ورصد التجاوزات تمثل عنصرا أساسيا في الانتخابات. الجهود الرسمية ترافقها منظمات المجتمع المدني التي سخرت مئات المراقبين لرصد التجاوزات دعما لجهود هيئة الانتخابات التي برأيها تبقى منقوصة. 1100 ملاحظ موجودين في 350 بلدية اللي نعتبروه عدد قليل وقليل جدا، لن يخول ولن يسمح للهيئة أن تراقب كل التظاهرات الانتخابية وكل الأحزاب. هذاك علاش منهجية المنظمة كانت في اختيار 12 منطقة و 12 بلدية بعينها، اخترناها نظرا لثقلها الديموغرافي وكذلك للرهان الانتخابي الموجود فيها. تجربة منظمات المجتمع المدني خلال الانتخابات الماضية بيّنت أن السلطات القضائية والحكومية لا تأخذ بملاحظاتها بشأن التجاوزات المالية والقانونية للمرشحين برغم رصدها مئات المخالفات. وعن الأسبوع الأول للحملات الانتخابية أصدرت هذه المنظمات تقريرا تضمن توثيقا لتجاوزات الأحزاب والقوائم المستقلة.
نسق الحملة كان بطيء بعض الشيء تسارع في الأيام الأخرانية. التجاوزات تقريبا اللي تعم وتمس جميع الدوائر البلدية، لاحظنا تقطيع البيانات الانتخابية للقائمة المترشحة بجميع أنواعها وبجميع أنواع المترشحين، لاحظنا تعليق خارج الأماكن المخصصة للتعليق، دونك تمشي تبدأ الدور تلقى دي بوندرول تلقى بيانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة، لاحظنا معناه استعمال الإشهار. وإلى جانب عملها الميداني وداخل مكاتب الاقتراع، تطالب هذه المنظمات بتمكينها من متابعة عمليات فرز الأصوات وتجميع النتائج عن قرب، رافضة قرار هيئة الانتخابات القاضي بإبعاد مراقبي المجتمع المدني عن الأماكن المخصصة لعمليات الفرز اليدوي واحتساب الأصوات. حضور مكثف لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية وفي مواكبة جهود هيئة الانتخابات، برغم حديث هذه المنظمات عن تهميش السلطات عددا من تقاريرها وملاحظاتها. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. في إطار تعاونها مع شركائها في مجال مكافحة الإرهاب، أجرت وزارة الداخلية التونسية عملية بيضاء تتمثل في مواجهة اعتداء إرهابي بضاحية جمرت. شارك فيها كل من الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب والفوج الوطني للتدخل السريع والإدارة الفرعية للمخابرات الجنائية ووحدات الحرس الوطني البحري ووحدات من الحماية المدنية تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني وبحضور سفيرة بريطانيا. العملية تمثلت في اختيار جاهزية القوات الأمنية وكيفية تصديها لخطر إرهابي والوقوف على أبرز الاستعدادات للاستحقاقات التي تنتظر تونس. الآن ينضم إلينا في هذا النافذة من تونس ضيفنا وهو الكاتب الصحفي محمد اليوسف. بداية أهلا بك سيد محمد. مرحبا، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة الميادين. نعم سيد محمد، يعني اليوم نحن نشهد اقتراع للأمنيين والعسكريين، وهذا يعني أول مرة منذ 60 عام. ماذا عن دلالات هذا اليوم؟ يعني البعض يصفه باليوم التاريخي في تاريخ تونس لنقل، برغم بعض الاعتراضات التي سجلت منها يعني نقابة الأمن الداخلي وبعض الاعتراضات لعدم مشاركة ربما الأمنيين والعسكريين في الحملات الانتخابية التي نشهدها. ماذا يمكن أن نتحدث؟ بالفعل يعني هو يوم تاريخي بأتم معنى الكلمة، باعتبار الشروع في عملية الاقتراع والتصويت في الانتخابات البلدية، وهي تقريبا أهم عملية انتخابية منذ الثورة اليوم، من حيث عدد الدوائر، من حيث الأهمية والرمزية، مشاركة الأمنيين والعسكريين في هذا الاستحقاق الانتخابي وفي هذا الحدث الانتخابي الهام، تحمل الكثير من الدلالات خاصة على الصعيد السياسي، باعتبار أن المؤسسة الأمنية وطبيعة علاقتها بالمواطن التونسي على امتداد عقود من الزمن كانت أداة قمع وأداة لخدمة النظام الحاكم. اليوم تدريجيا يتم إدماج الأمنيين في مشروع دولة المواطن الذي قامت عليها الثورة التونسية العسكرية، نفس الشيء، والمؤسسة العسكرية على امتداد عقود من الزمن عرفت التهميش. أيضا العديد من القيادات العسكرية كانوا محل ملاحقات ومحل محاكمات سياسية، سواء بتهم الانتماء لحركة النهضة أو لأسباب أخرى. اليوم نوع من المصالحة تحصل بين المؤسستين الأمنية والعسكرية والمشروع الديمقراطي في تونس من خلال هذه المشاركة، التي رغم كل ما حافها من ظروف ومن ملابسات ومن انتقادات خاصة من نقابة الأمن الداخلي، أعتقد أن هذه المشاركة اليوم هي تؤكد أهمية المسار الديمقراطي الذي تسير يعني في تونس. سيد محمد، نقابة الأمن الداخلي دعت إلى مقاطعة هذه الانتخابات، هل يمكن أن تلقى برأيك هذه الدعوة يعني أذانا صاغية لدى الأمنيين والعسكريين اليوم؟ صعب جدا، في نهاية الأمر لا يمكن أن نستبق الأمور، ولكن أعتقد أن هذه الدعوة جاءت متأخرة وهي تتعارض مع القانون. والنقابات الأمنية كانت من أشد المدافعين عن مشاركة الأمنيين في العملية الانتخابية، نعلم جيدا الجدل الذي رافق هذه المسألة بالذات والتعطل الذي رافق المسار الانتخابي البلدي. نظرا لهذه النقطة بالذات المتعلقة بمشاركة الأمنيين والعسكريين، الآن
تونس تعيش محطة انتخابية هامة، لحظة تاريخية فارقة، وأعتقد أن هذه المشاركة سيكون بعدها تقييم، ولكن الأهم هل ستتواصل فيما بعد في علاقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة؟ نعلم جيدا وأن هذه المشاركة حددت لها مجموعة من الضوابط والقيود باعتبار خصوصية العمل الأمني والعمل العسكري، ولكن تبقى تجربة فريدة اليوم في المنطقة العربية والإسلامية أن يكون المؤسسة الأمنية والعسكرية جزء من العملية الديمقراطية، جزء من مشروع دولة المواطن، الذي يؤكد مرة أخرى أن تونس ما زالت وستبقى استثناء في المنطقة. وبما أنك أتيت على ذكر الدولة، يعني اليوم هناك انتقال من المركزية إلى اللامركزية من خلال يعني ما شاهدنا في مجلس النواب التونسي من إقرار لقانون أو دستور الجماعات المحلية، مجلة الجماعات المحلية، بعد 9 أشهر ربما من المداولات. برأيك يعني متى سنرى مفاعيل هذا القانون على الأرض؟ هل سننتظر كثيرا لنرى النصوص التطبيقية لهذا القانون؟ هو حتى من باب الدعابة، يعني قضية مجلة الجماعات المحلية كادت أن تتحول إلى مسلسل مكسيكي، ولكن في نهاية الأمر تم الحسم في هذه المجلة وهذا القانون الأساسي الهام الذي سينظم طبيعة عمل المجالس البلدية المنتخبة، أيضا صلاحيات المستشارين البلديين، أيضا سبل وآليات تنزيل الباب 7 من الدستور. تقريبا فلسفة هذه المجلة تحوب حول هذا الباب 7 من الدستور الذي ينص على اللامركزية، نص على الديمقراطية المحلية وديمقراطية القرب. اليوم انتظارات المواطن في تونس خاصة فيما يخص المناطق الداخلية وخاصة في علاقة بالظروف التي تهم الحياة العامة في الحي، في القرية، في هل سينعكس على المشهد الإنمائي في المناطق الداخلية؟ وأيضا متى سنرى مفاعيل على الأرض؟ يعني سننتظر كثيرا كما قلت للنصوص. نعم، هي المسألة برمتها أعتقد أنها تحتاج إلى سيرورة زمنية إلى وقت، ولكن الأهم اليوم أن البلاد تسير في الطريق الصحيح. اليوم الإشكال التنموي إشكال عميق، وأحد أهم التعثرات والإخفاقات التي حصلت في تونس بعد الثورة المسائل المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وخاصة قضية التنمية. نعلم جيدا أن الشرارة الأولى للثورة انطلقت من الجهات الداخلية، سواء في الحوض المنجمي في سنة 2008 أو أيضا في سيدي بوزيد وغيرها من المناطق الداخلية التي انتفضت ضد النظام السابق وعبرت عن رفضها لسياسات الحيف الاجتماعي والتمييز التنموي. اليوم قيمة مجلة الجماعات المحلية تؤكد مرة أخرى على المبدأ المتعلق بالتمييز الإيجابي. نعلم جيدا أن عديد الجهات الداخلية همشت خاصة في فترة الرئيس الحبيب بورقيبة وأيضا فترة بن علي لأسباب سياسية، لأسباب ثقافية مربوطة بالإرث التاريخي. هناك مناطق مثل منطقة قفصة وغيرها من المناطق الداخلية في تونس الأعماق كانت دائما مراكز رفض للسلطة المركزية، واليوم مجلة الجماعات المحلية تقطع مع هذا المفهوم، تقطع مع البيروقراطية التي عطلت المشاريع التنموية في الجهات وكبلت السلطة المحلية. اليوم قد لا نبالغ بالقول بأن تونس تعيش ثورة داخل الثورة من خلال هذه الانتخابات البلدية ومن خلال مجلة الجماعات المحلية، رغم أنه هناك بعض الاختلافات في علاقة ببعض الصلاحيات، هناك تخوفات أيضا أن تساهم قضية المركزية وأيضا أعطاء صلاحيات للمجالس البلدية في تفتيت السلطة وفي تفكيك الدولة، ولكن هذا فيه نوع من التخويف السياسي والمبالغات، نوع من الرؤية بين ظفرين القديمة الكلاسيكية التي تجاوزتها الأحداث. اليوم تونس تتقدم، المشروع الديمقراطي في تونس يتقدم، ولكن بخطى بطيئة. مثل هذه التشريعات ومثل هذه المقاربات من شأنها أن تعمق التجربة الديمقراطية في تونس ومن شأنها أن تعالج القضايا الأساسية للتونسيين وعلى رأسها التنمية الجهوية. شكرا جزيلا لك سيد محمد اليوسفي، وأنت الكاتب الصحفي، على تواجدك معنا هنا، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، أحمد شاب تونسي لم يجد عملا بإحدى الإدارات الحكومية فاختار أن يبيع لعب للأطفال في حديقة الحيوانات بالعاصمة التونسية. في هذه الفقرة يروي لنا أحمد الصعوبات التي يواجهها الشاب التونسي، نتابع. هذه بديتها أخوي العزيز من كنت أنا صغير، نقرا ونخدم ما مشيتش معايا القرايه، لقيت روحي معناتها مضطر باش نخدم. احكي عليها يا بابا، احكي عليها، لقيت روحي نصور لهنا خي من تخدم نخدم تحت العباد، فهمتي؟ ما فما حد شيء، معناتها بلاد ما فيها حد شيء. احكي عليها الدنيا وكل اللي فيها، تخدم مع اولاد صغار وتخدم مع عباد جايه هنا باش تتفرهد، لازمك تعرف كيفاش تحكي معاه وكيفاش تاخذ وكيفاه وكيفاه هكذا.
معيشة كانت رخيصة، تو واحد معاش قادر بشكل الخبز، كيفاش باش يجي باش يحوس وكيفاش باش يجي باش يشري هذيك وهذيك وهذيك. صغيري تلقى يحب يشري وبوه ما عندوش، احنا عندنا نحاولوا باش نشروهم. وعندنا كيف والعرض معناتها يوريك كيفاش معناتها فهمت. ياخذ بولة لعبك الصغيرة الأمورة ما شاء الله عليها، ياخذ فقاعة السعادة. احلى بقعة السعادة هاي الاحلى امور هاي يا ماما على برد امور. إذا مشاهدينا مع فقرة أولاد البلاد نصل إلى ختام هذه النافذة من تونس والتي قدمناها من ساحة الاستقلال في شارع الحبيب بورقيبة. إلى جنبنا كما ذكرنا نصب ابن خلدون ونحن نقف أمام كاتدرائية تونس. إلى هنا نصل إلى الانتخابية ككل أيضا. إلى اللقاء.